أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء وحدات سكنية مميزة لأهل السويس. جاء ذلك في تصريحات لرئيس الوزراء عقب جولة تفقدية لعدد من المشروعات الصناعية والخدمية بالمحافظة. النهاردة كنا بشرف الحقيقة بتفقد ويعني تنفيذ ومتابعة مشروعات كبيرة جدا كانت بتحتاجها المحافظة. وخليني يمكن أبدأ بالمشروع اللي كان وجه بيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإنشاء مجموعة من الوحدات الإسكان المتميزة لأهالي المحافظة. ويمكن النهاردة مع صندوق التنمية الحضرية سلمنا أول مجموعة عقود للمستفيدين من هذا المشروع الكبير. بنتكلم على 13,260 وحدة سكنية الحقيقة كلهم على مستوى مميز جدا جدا من التشطيب والتصميم وموجود وجودهم في مواقع متميزة في قلب مدينة السويس. فالحمد لله النهاردة يعني سلمنا أول مجموعة من العقود ويمكن كان التركيز مع السيد المحافظ ورئيس الصندوق على الإنهاء أعمال التنسيق الموقع ورصف الشوارع الداخلية في خلال الفترة القليلة جدا القادمة لكل المشروع علشان يبقى احنا بنبدأ نطرح الوحدات تباعا.